على التوالي بالتعادل الثاني. ميستر، ثاني تعثر لسباليتي، ثاني تعثر لروما، وهذا يخدم مصالح الإنتر بشكل مباشر. نقطتين ثمينتين يفقدها روما في صالح الإنتر. مباراة بولونيا التي كانت في الأولمبيكو اليوم، روما أيضا تم إيقافه من أتلانتا في بيرغامو، وهذا يعني أن هناك شيئا ما لا يعمل بطريقة جيدة في روما. ولكن إن رأينا التشكيلة التي لعب بها روما في هذه المباراة، فأنا رأيت أن سباليتي قام بالعديد من التغييرات. على سبيل المثال اليوم ترك على مقاعد البدلاء بيانيتش، وأيضا لم يشارك الشعراوي من بداية المباراة، وفلورنسي الذي دائما ما لعب كظهير أيمن لعب اليوم في وسط الملعب، وقام بإقحام جيكو في الخط الهجومي. أريد أن أقول أن الفريق كان هناك توهان في أرضية الملعب، ولكن الفريق كان خاسر.